بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بالجمله الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك كابتن ايمن، نورنا. توفيق، الله يخليك. الله يخليك كابتن علاء مهبوب، نورنا كابتن. الله يخليك يا ايمن. ازيك يا كابتن اسامه عرب؟ اهلا وسهلا بيك كابتن، نورنا كابتن. الله يخليك كابتن عادل عبد الرحمن. كابتن ايمن اهلا بيك، نورنا كابتن عادل. كابتن شريف، قبل ما ندخل في اجواء المباراه، استوقفني امبارح تصريح لمستر باتريس كارتيرون، قال فيه ان اتحاد الكوره، يعني بما معناه يعني، مسخ الفتره اللي جايه من الدوري وخلى ماتشات النادي الاهلي وكانها مباريات وديه. بمعنى اتحاد الكوره لما اعلن ان امبارح الاربعه اللي هيمثلوا مصر في البطولات الافريقيه هو كده قتل روح المنافسه. كويس؟ وان النادي الاهلي المباريات اللي جايه كلها مع الفرق المختلفه، حتى اللي هي اصلا مش بتبص اصلا على المربع الذهبي، بعيده جدا عن المربع الذهبي، يعني هو كانها مباريات وديه. يعني هو وادي دجله وانتاج الحربي والبنك الاهلي، ما اعرفش هم دول. هل 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 هو مش متابع؟ هم دول عندهم روح المنافسه وعندهم روح. لا استنى، ده الفرق دي احنا لعبناها اصلا في الفتره بتاعت الاولمبياد، ولعبناها من غير الاربعه الاساسيين اللي هو بيعتمد عليهم. ده الفرق اللي بتنافس مستر هي اللي معانا، اللي باقيه لنا. الفرق اللي هي عندها شكل وعندها كل حاجه كان بالادهى لينا احنا، يعني احنا اللي نقول الكلام ده، مش هم. يعني ده انا عايز يا ريت تنزلوا لنا جدول ترتيب الدوري عشان بس نتكلم بوقائع. يعني وفي حاجه ثانيه عايز اقول لك عليها، ده يعني انا ما افتكرش ان كارديرون قال الكلام ده. لا لا لا، انا سمعته امبارح، هو اللي بيقول انا بيتكلم. والله انا سمعته، يعني هو اللي ترجموا له الكلام ده بالظبط. انا سمعته ولا حد حواليه؟ انا طبعا ما اعرفش فرنساوي، يعني في حد حواليه ولا لا؟ هو كان في مترجم معاه. بص يا كابتن، ادي ترتيب الدوري المصري موجود عندنا اهو. ماشي، نادي الزمالك في المقدمه بزياده مباراه عن النادي الاهلي. نادي الاهلي في المركز الثاني، نادي المصري البورسعيدي حسم الامور بقى ثالث. كويس ماشي. والنادي المصري احنا معاه مباراه، ولكن هو حسم الامور، واحنا عارفين ماتشات المصري والاهلي او ماتشات الفرق كلها ضد النادي الاهلي ده شكلها ايه. بيراميدز مركز رابع، ما عندناش بيراميدز. اتحاد السكندري مركز خامس، ما عندناش الاتحاد. سته سموحه، ما عندناش سموحه. كمل، لو كملنا هنبص انبي اسوان والجونه سابع. انت معلش، لا بص يا كابتن، عندي انبي بعيد خالص عن المربع الذهبي. طلائع الجيش ثامن، بعيد عن المربع الذهبي. عشان كده بقول لك في حد، عندي الجونه بعيد عن المربع الذهبي. في حد مدي الكابتن حاجه غلط؟ لا، معلومه غلط انه يتكلم فيها. لا يا كابتن ازاي؟ يعني انا بقول لك انا سامعه. لا يعني حد، هل فاهمني انا بقول لك ايه؟ الراجل ده حد اداله معلومه غلط. هل هو مش متابع؟ لا، هم شغالين السوشيال ميديا بتاعتهم دلوقتي. لا هو مش متابع، زي واحد قبل كده قال لك انا مش متابع. معلش انا مش متابع. هو مش متابع، ما هو اللي بيديله بقى الاخبار دي ولا اللي بيديله يا كابتن؟ ده مدير فني، ده عنده لسته زي اللي قدامنا كلها. هو ناقص له كام ماتش مع مين وكلام من ده؟ بص على حسب. بص الباقي كمان، غزل المحله، مقاولين عرب، بنك اهلي، اسوان. حتى اسوان لما نيجي نلعبه اخر ماتش، الله اعلم هيكون شكل ظروفه ايه. ممكن يقفش في الماتش ده بيدو اسنانه. واي حد بيلعبك للشهره، حتى لو مش عشان الترتيب او اي حاجه. هو هل خانوا التعبير ولا عايز يضغط على الفرق الثانيه انها لما تيجي تلعب النادي الاهلي تلعب النادي الاهلي يعني بروح قتاليه عاليه وكانه حرب وكانه ماتش؟ ومين بيلعب النادي الاهلي؟ انا عارف، انا مستغرب يعني، انا مستغرب ما يعني مين بيلعب النادي الاهلي كانه ماتش، كانه مباراه مثلا نهائي بالنسبه له هو. كل مباراه، كل الفرق كده، كل الفرق كده، ومش مستنى دي بس. الراجل ده ورطوه اكيد، لازم حد ورطه عشان يمشوا في نفس النغمه اللي هي شغاله دلوقتي. هو تصريح غريبه يا كابتن شريف، بكل الوجوه يا علاء. عايزين يكلموا معاك في اي حاجه، ينطوا هنا في اي حته، يتكلموا مش عارف هناك. هو لا، هو بيعمل لك شوشره. هقول لك حاجه، شوشره مالهاش. هو لو يعني قال التصريح زي ما انت بتقول ايمن كده، زي ما انت سمعته، هو بيضغط، بيعمل ضغط على الفرق الثانيه. بمعنى ان هو، انا لو متحمس شويه، لا انا عايز اثبت لك كمان ان انا، لا انا مش الكلام اللي انت بتقوله ده غلط. ما فيش حاجه اسمها مباريات وديه، ما ده الوضع الطبيعي لكل الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي. ما هو ده الطبيعي. هو بقى عايز يبقى فوق الطبيعي كمان، يعني هو عايز كمان يعمل ضغط زياده. بص يا كابتن، ادي ماتشات النادي الاهلي. ايوه، ما انا عارف، ما انا فاهم. ايه الاهلي وام بي، اهلي طلع الجيش، اهلي مصري، جون اهلي، اهلي اسوان. يعني انا بس عايز يفتكر الفرقه دي اصلا، كل الفرقه دي كلها مع النادي الاهلي بتبقى حسبه ثانيه خالص. طبعا يعني حتى اسوان طبعا في نهايه موجود في الدوري، اول نزل برضه بيلعب قدام اي فريق
بالنسبه له يوم مباراه الاهلي ماشي بطوله بطوله واستعدادات وكل حاجه بتتصلح وفي ناس تدعم مكافئات. الموضوع مختلف تماما يا ايمن. صح كلام. هم مراقبين يا علاء واحنا شايفك. عارف كلمه شايفك؟ انا شايفك ومراقبك يا عم. بص في ورقتك حتى على ايمن على المستوى الفردي والشخصي للاعب اللي بيلعب قدام النادي الاهلي. ايوه كابتن. بيموت نفسه انه ده ماتش بالنسبه له ماتش موسم وماتش تصيت على المستوى الفردي حتى من غير النادي نفسه ولا المدربين. مظبوط. يعني المدربين لما بيمسكوا الماتشات قدام النادي الاهلي بالنسبه لهم انت ما بتحفزش لعيبتك. يعني انا مثلا وانا ماسك اسوان مثلا او طنطا او كذا يوم ماتش الاهلي او الاهلي بالذات اكتر كمان مش محتاج ان انا احفز اللعيبه. هو اللعيب لوحده زي ما علاء قال وشريف نايم بقاله اسبوع وعايز يلعب ماتش الاهلي ومموت نفسه عشان يصيط. فعلى المستوى الفردي حتى مش هتكلم على مستوى الفرقه كفرقه. انا قابلتني المواضيع ده وانا بلعب في نادي كروم. يعني ماتش النادي الاهلي بالنسبه لي حلم طبعا. بالنسبه لي ان انا عايز مش اسوق نفسي عايز اموت نفسي ماتش زي ده. بالنسبه لاي حد يا ايمن مباراه الاهلي حاجه لوحدها طبعا. ده مش عشان بس مش من الايام دي من زمان من زمان. ايمن جه صغيرين. ايمن جه النادي الاهلي عن طريق مباراه الاهلي والكروم. انا فاكر اللي هو يعني 5-2 لما جبت جول في دماغي وكان الكابتن اكرامي كنت انا وزكريا جايبين قبل كده فيك 5 جوان. انا دي مش فاكرها قوي بس انا فاكر الجول اللي انا جبته. اتفضل يا علاء. اتفضل يا كابتن. بس فالموضوع ده مش عايزين نرغي فيه كتير لاني لو سالت اي حد في الدوري الممتاز كله ايه المباراه مستنيه ولا مباراه الاهلي. انا بص انا ما استفزنيش التصريح بس انا استوقفني التصريح. ايوه يعني ماشي يعني عدى عليه كده مرور الكرام لان عارف في حاجات يا ايمن والله بتكلم التعليق عليها يعني هو غرضه ايه يا كابتن؟ يعني مثلا بيستثير الفرق الثانيه مثلا. هي دي. خليني بقى اعلق لك انا عليه. اتفضل يا ابو الكباتن. بمنتهى البساطه. ماشي. بص يا كابتن. اتفضل. هو عارف الجمهور بيحب ايه في نادي الزمالك من الاخر. يعني بيعمل ايه؟ اللي هو اولا بيعمل شماعه عليهم الاول. بيسبق. اوكي؟ بص مش يعني مش عايزين نكمل. خليني بس اكملك. لا خليني اكملك. انا كارديرون اعرفه كويس. طب اتفضل. ده راجل اولا ده مدرب احمال وليس مدرب. احنا مش عايزين يا كابتن. انا بكلمك يا كابتن. انا بكلمك انا بكلمك انا عارفه انا لعبته كتير. انا بتكلم على لقطه ليه امبارح. انا فاهمك. ده شغل مدرب احمال وليس مدرب. ليه؟ هقول لك اثبت لك ان هو مدرب احمال ومش مدرب. هو فعلا كده. ما فيش مدرب في العالم ما عندوش جهاز. ايوه كده. انت عارف كده؟ جه كل انديه اللي جه ما معهوش مساعد مدرب فرنسي لان ما حدش بيشتغل معاه لان هو مدرب احمال. مفيش حد بيبقى ليه مساعد فني. ما حدش بيشتغل معاه. الناس بس اللي مش عارفه انا لعبته هناك في السعوديه مرتين ثلاثه وانا اعرفه كويس. هو مدرب احمال عنده من الفكره انه في الوقت الحالي اللي يجابه النادي الاهلي بالكلام بره الجمهور بيحبه. ايوه. اللي يقول للنادي الاهلي انه الفرق اللي هتلعبه يسيبه الجمهور بيصدقه. فهم ده الفكره اللي بيعملوها. خلي بالك ده بيبقى ساعات فلسفه بعض المدربين. لا هم هو فيها بص المنظومه كلها بتعتمد على دي يا كابتن ايمن. المنظومه كلها بتعتمد على دي. اول حاجه التشكيك في اي مباراه النادي الاهلي هيلعبها. وانت عارف تشكيك في البطوله لما تكسب بطوله يعني بطوله افريقيا بطوله ضعيفه جدا لازم تتقال. بطوله الدوري لو في منافسه تبقى بطوله قويه. أي. اول ما النادي الاهلي يفرق 6-7 اسابيع يبقى ايه ده بطوله الدوري ده ما فيهاش منافسه خالص السنه دي وبطوله ضعيفه قوي. الحاجات دي كلها احنا اتكلموا على الفرقه اللي وصلت فاينل وبتتلعبك على نهائي كاس افريقيا بيقول لك عليها دي فرقه سيئه. ايوه. طيب اما لو كانوا هم سيئين اللي خرجوا من الادوار الاولى يبقوا ايه؟ انت فهمتني انا عايز اقول لك كده؟ علشان كده انا بقول لك بص ده انا على مسؤوليتي. لا مش حكايه على مسؤوليتي احنا بنتكلم في حديث للراجل. انا مش بتكلم على اي حد. انا بتكلم على اللي بيشكك في اي حاجه للنادي الاهلي. اولا لازم يعرفوا ان الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي ده يوم عيد عندها طبعا لان ده البورصه الحقيقيه ليهم. أي حد بيتشاف في النادي الاهلي مظبوط. النادي الاهلي بيشوفه. لا والانديه الاخرى
صحيح. اللي هو بيلعب قدام النادي الاهلي وادى الاداء كده يبقى لعيب جامد ولعيب كويس. ده يا ريت لعيب بس ده كجهاز فني كمان خلي بالك. ما طبعا يا كابتن اي فرق اي جهاز فني بيكسب الاهلي بيقعد يشتغل في الدوري المصري ثلاث سنين بدون ما بيحاسبوه. بيقول لك ده كسب الاهلي ده كسب الاهلي. فاللي انا بقوله لك ده انا كارتيرون لما يجي يتكلم في الامر ده انا عارف بيتكلم ازاي لانه طول الوقت يعني كان بيتكلم كده. أيوة. فرقه صغيره تلعب وانا بكلمك في الدوري السعودي فرقه صغيره تلعب ويقول لك لما كان مع النصر الاول مش مع التعاون. أيوة. هو راح مع النصر لعب 10 ماتشات معاهم في الدوري يمكن لعب كان يقول لك على الفرقه الضعيفه دي فرقه قويه جدا. أيوة. والفرق المنافسه اللي بتلعب الناحيه الثانيه يقول لك ده طول عمرها يعني دي مش عارف هيسيبه يعني الكلام اللي بيقوله انا عارف ده سلوكه يعني فحبيت. أيوة. بس اوصل لك معلومة أنا عارفها عنه.